تتغيب علينا، فبغينا نستحضروا ان شاء الله في هذا صباح. تسولوا محمود وزين وزير الشباب والرياضه 0 35 300 300. ملي راه قلت هضرتي على الفيفا، الفيفا كانوا حاضرين كل شيء حداو مي كاع اللي وقع كانوا جالسين عرفتي. ومني من الحاجه اللي حضوها وشافوها هي مقتلي بيب. هادشي على شنو هو؟ هادشي سيتي رئيس الوداد اكرم اللي كان اللي دخل واحد بغى يدخل التيران وغوت عليهم وقال لهم لا ندخل معايا انايا، والفيفا شافوا هادشي، حضروا ليه وشافوا هادشي اللي وقع وقرروا يطردوا رئيس الوداد من اللجنه المنظمه للمونديال. بصح في الحقيقه هذا كان يعني كان وقع الحديث وقع يعني كان تاسفوا عليه السي اكرم يعني بقوه ذاك الضغط اللي كان عليه ايضا، لانه ما نساش بانه فعلا كان حاضر بزاف في هذا الشيء، في هذا الشيء ديال التنظيم، وكان عليه واحد الضغط اذا في واحد اللحظه يعني فقد الاعصاب ديالو، وفعلا حدث ما 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 ما, ما حدث. اللي كاين هما ان كاين غرامه اللي طلبوه انه غادي يسددها الى اخره. ولكن كنتمنى ان هذا الشيء مثلا الشيء اللي وقع انه يكون لنا ايضا درس، لان بزاف الاشياء اللي كنتعلموا بان اليوم ماشي بوحديتنا، ماشي حنا اللي كنظموا مع ناس. والصوره ديال المغرب هذه الصوره، هادشي اللي ما خصوش يخرج شتي، راه ماشي هي الفنانه اللي شفتو وتعجبنا بها، هادشي هو اللي ما خصوش يخرج مثلا، لان هادشي هو اللي كيضر بينا. ما زقلوهاش هما، مشاش لهم. نو شوف ما كيزقلو والو هما، انا كنقول لك راه عرفتي شنو باين فاهم، ما كيزقلو حتى حاجه، غاديين معاك دقه دقه ولا هما حاضرين. ومع حاله وقعت كنتمنى انها ما تكررش، وكنتمنى تمنوا على الله نعاودوش نشوفوها.